حاجة عايز تعرف عليكوا أكتر. رودينا كلمينا، أشرقت كلميني عن نفسك الأول كده، يعني مش معتاد إن أنا أشوف بنت بتطبل. بصي، هو انا كنت يعني من وانا صغيره حابه ان انا في فتره الاجازه بتاعه المدارس وكده ان انا ابقى، مامتي كانت بتحاول ان هي تخليني نعمل حاجه مختلفه، فاتجهت الاول للمزيكا، جربت شويه حاجات الات مختلفه، وبعد كده اكتر حاجه شدتني ودني راحت لها كانت الطبله. صوت مبهج وحاجه مفرحه كده، فاتشدت ليها فبدات اتعلمها، وبعد كده من ساعتها وانا ما سبتيهاش بقى، ما سبتهاش بقى خلاص. فلحد بقى ما رحت دار الاوبرا المصريه ومعهد موسيقى عربيه. لا انت احترفتي الطبله. طب في البدايه كده يعني اوكي، ماما كانت موافقه بالعزف على الات تانية، لكن لما وصلتي لمرحله الطبله يا اشرف؟ بصي، كنا بنواجه انتقادات كتير في البيت الاول. البيت لا، بصراحه ما قابلتش، انا يعني بابا نفسي ماما كانوا اخواتي مرحبين حاجات جدا، انه هي آلة زي اي آلة، فما نحصلهاش في حتة انه لا وراجل والكلام ده، لا هي آلة كل الناس بتقدر تلعبها، المهم ان انت تبقي شاطرة فيها وبتعرفي تقدمي فيها حاجة كويسة، مبسوطة فيها. وبتقلل ضغط وبهجة ويعني حاجات كتير قوي حلوة. فما قابلتش انتقادات من البيت، من الشارع طبعا، يعني كده كده من الشارع، وانت ماشية وشايلة الطبلة بتقابلي ناس وايه ده اللي انت شايلاه وطبلة، وازاي بنت بتلعب طبلة، العبي حاجة رقيقة، امسكي كمانجا. فين البيانو؟ فين الكمانجا؟ فين الحاجات الفلوت؟ دي فين كلها. الحاجات دي؟ بالظبط. طيب رضاي، انا بدات الموضوع ده اصلا من 7 سنين. كنت رحت برضو المعهد، وفي الاول اصلا هو بدا ازاي، انا بحب دايما اجرب الحاجات المختلفه، يعني ان بنت تلعب طبله دي مش زمان بالذات ما كانش حاجه اللي هو يعني معتاده. بالظبط، ما كناش بنشوفها بالظبط. كالبيت هو كده كده ما كانش عندهم مشاكل، عادي برضو اله زي اي اله، بس كان عندهم فكره اللي هو تمام ما فيش مشكله، بس ليه مش كمانجا، ليه مش بيانو؟ ايوه، زي كل الابهات والامهات. زي بناء ازعاج اكتر، عارفه زي الولاد مثلا لما بيعزفوا على الدرامز، تلاقي بابا خارج من اوضه النوم بالشاشه، يا ابني هموت عايزه انام. فاكيد انتوا دوشه جامده يعني في البيت. ايوه، بس برضه في الاول في الاخر هي في الاول في الاخر هي صوتها حلو قوي، هي متعه. بمجرد ما تسمعي صوت طبله تلاقي كل الناس بتسقف وكل الناس بصت. ايوه بالظبط، موجوده في كل بيت. خلي بالكم من حاجه، ابهاتنا وامهاتنا ما بيعترضوش طول ما احنا بنعزف في اوضه النوم او في الصاله بالكتير، يعني ابعد حته هنروحها ونزعجهم ونصحيهم، لكن انكم بقى تحترفوا الموضوع ده هو اللي هنتكلم عليه بعد ما نسمع عزف. عايزه اشوف انتوا الاثنين هتعملوا لنا حاجه مع بعض كده تسمعوها لنا.